اختتام فعاليات المنتدى الحضري العالمي وبيان القاهرة يدعو للعمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية. شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على بلدة الغندورية جنوب لبنان، وحزب الله يستهدف قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب بالصواريخ. الأمم المتحدة تعلن أن نحو 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة من النساء والأطفال. تمام 6 مساء في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة من قناة النيل للأخبار. أهلا بكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. دعا المنتدى الحضري العالمي في ختام نسخته 12 اليوم إلى العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية، وأكد الإعلان الصادر في ختام أعمال المنتدى دعوة القاهرة للعمل أن التصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساس لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي أيضا. نحن المشاركون في الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة جمهورية مصر العربية ندرك أن التحضر يمثل اتجاها لا رجعة فيه وقوة تحولية يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية. يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية. نؤكد التزامنا بتعزيز التحضر المستدام من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة 2030، مما يساهم في تسرع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى. سنتذكر أن الميثاق من أجل المستقبل الذي تم تبنيه في قمة المستقبل في سبتمبر 2024 يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة ودعم خطط المدن المستدامة والعادلة والصحية والقادرة على التكيف وتعزيز توطين التنمية المستدامة مع مراعاة الأجيال القادمة ودور التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلاوديا رسباغ أن المنتدى الحضري العالمي بحث العديد من التحديات التي تتعلق بالتوسع الحضري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والذي استضافته القاهرة على مدار 5 أيام. إن هذا المنتدى ركز على أجندة العمل المحلي وأنه حان وقتها، ذلك لأن الحلول تكمن في المناطق الحضرية. الحكومات المحلية لها تأثير عظيم على جودة الحياة وكذلك على حالة المواطنين والمستوطنات البشرية. رغم ذلك فإن هذا التوسع الحضري المتسارع لا سيما في دول الجنوب يجعل أنه علينا أن نرأب هذا الصدع فيما يتعلق بجهود المجتمعات العمرانية. نحن في النسخة 12 سلطنا الضوء على الحاجة للتمويل وكذلك استشراف المستقبل والدور العظيم تجاه أجندة التوسع الحضري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بختام المنتدى الحضري العالمي أشار المهندس شريف الشربيني إلى تجربة مصر في التغلب على التحديات العمرانية المختلفة وأيضا الفرص الاستثمارية السانحة لاستكمال مشروعات الجمهورية الجديدة. كما أكد الشربيني أن توفير السكن الملائم بتكلفة يسيرة من مبادئ وحقوق كل مواطن وأن الإسكان لا يقتصر على المباني فقط إنما يمتد لإنشاء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.
لقد تناولنا في نقاشتنا واحدة من أكثر القضايا المحورية في عصرنا، ألا وهي قضية الإسكان والتنمية الحضرية، وهي من أكبر التحديات التي نواجهها على مستوى العالم من أجل توفير السكن الملائم والميسر وتقديم نوعية حياة مناسبة ولائقة للجميع. كما تناولنا أيضا مبادئ وحقوق كل مواطن في الوصول إلى سكن آمن وميسور التكلفة والفرصة للحياة في مجتمعات شاملة تتمتع بخدمات جيدة وروابط قوية. لقد كانت الرسالة الأولى للمنتدى هي العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، وإن الحوار الذي أجريناه خلال الجلسات المختلفة للمنتدى الحضري العالمي مكننا من تبادل الأفكار والتجارب الناجحة وإرساء الأسس لنمو مدننا ومرونتها وشموليتها لسنوات قادمة. وخلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي، أكد محافظ القاهرة دكتور إبراهيم صابر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته لاتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة للتغلب على التحديات خلال السنوات العشر الماضية وتدشين عدد من المشروعات التي تتماشى مع الأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية 2030 سعيا لتأسيس الجمهورية الجديدة. نختتم اليوم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 تحت شعار كل شيء يبدأ محليا، لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. وطبقا للإحصائيات لقد اجتمع على أرض القاهرة ما يزيد عن 37,000 مشارك من 182 دولة على مستوى العالم، عدد 60 وزير ونائب وزير، 50 محافظ وعمدة، أكثر من 60 متحدث ومشارك في الجلسات لمناقشة الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة. فتبادلوا الرؤى والأفكار والخبرات حول التحديات الواقعية وإيجاد الحلول العملية لها، والتي أسفرت هذه الندوات بالعديد من النقاشات الإيجابية أثناء فعاليات المنتدى لتكون خريطة طريق لحياة حضارية أفضل لمواطنينا حول العالم. اختتمت فعاليات النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة بمشاركة نحو 37,000 مشارك من نحو 180 دولة تحت شعار كل شيء يبدأ محليا، لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. وعرض المنتدى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بمجال التنمية العمرانية في ربوع مصر خلال 10 سنوات بعهد الرئيس السيسي، وتعزيز فرص تصدير العقار المصري للخارج، وطرح عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال العقارات. وشهد المنتدى تنظيم 560 فعالية ومعرض شارك فيها 102 من المنظمات الدولية والمحلية من 49 دولة. أكد وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي دعم مصر لجهود بوركينا فاسو لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي لوزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو كاراموكو تراوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تناول الوزيران مجمل مسارات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب. وأشار عبد العاطي إلى دعم مصر الثابت لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. كما تبادل الوزيران الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
بحث دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال اتصال هاتفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا رونالد لامولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق اطر التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي. وأعرب الوزيران عن تطلعهما لعقد جولة مشاورات سياسية بين الجانبين في اقرب فرصة لتناول القضايا والموضوعات الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك. واكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البلدان. أكد محافظ جنوب سيناء خالد مبارك أهمية الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي لدير سانت كاترين باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا. جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء مطران دير سانت كاترين ديمتريوس ديمانيوس بمقر إقامته بأثينا، وذلك خلال زيارته لليونان. وأكد محافظ جنوب سيناء أن جهود حماية التراث الديني تهدف لإبراز المنطقة في أبهى صورة تقديرا لقيمتها الروحية كأرض التجلي الأعظم وتحويلها إلى مزار سياحي عالمي. من جانبه أعرب المطران ديمتريوس عن تقديره لجهود مصر في تطوير مدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. استشهد 4 أشخاص في غارة لطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية جنوب لبنان. في غضون ذلك أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة تلنوف الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من استهداف مطار وقاعدتين عسكريتين في حيفا الإسرائيلية. لا تزال التوترات على الأراضي اللبنانية على صعيد ساخن مع استمرار التصعيد وتبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله. وفي آخر التطورات الميدانية قصف حزب الله بالصواريخ قاعدة بحرية إسرائيلية ومطارا عسكريا قرب مدينة حيفا للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة على وقع استمرار المواجهات المفتوحة بين الطرفين منذ 7 أسابيع. وأورد الحزب في بيان له بأن مقاتلي قد استهدفوا برشقة صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحرية الواقعة شمال غرب مدينة حيفا، التي قال إنها تضم قاعدة رصد ومراقبة بحرية. وفي بيان ثاني أفاد الحزب عن استهدافه برشقة صاروخية نوعية قاعدة ومطار رامات دافيد جنوب شرق حيفا، وقال بأن الاستهدافين جاء ردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في لبنان. كما أعلن حزب الله إطلاق دفعة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل. من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار قد دوت في نحو 40 بلدة بالجليل الغربي جراء دفعة صاروخية أطلقت من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ في الدفعة الأخيرة التي استهدفت منطقتي حيفا والناصرة شمال إسرائيل، مشيرا إلى أنه اعترض بعضها. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على بلدات في الجنوب اللبناني، ومن بينها عيترون ومارون الراس وكفر سير وشبعة وكفر دجال ومحيط بلدة دير كيفا في جنوب لبنان. وتشهد الحدود اللبنانية تبادل الإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي. كما شن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر من العام الحالي عملية برية في جنوب لبنان لمهاجمة مواقع لحزب الله. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالا هاتفيا مع النظير الفرنسي جان نويل بارو، بحث خلاله التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، فضلا عن ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية. وفي سياق متصل كانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن بلينكين سيواصل عمله لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان خلال الفترة المتبقية من ولايته، مشيرة إلى أن إسرائيل أخبرت واشنطن أنها
ستفتح معبرا إضافيا إلى القطاع قبل انتهاء مهلة الأسبوع المقبل التي حددتها الإدارة الأمريكية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي إلى 43,508 شهداء و102 من المصابين و684 مصابا. كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق اليوم منازل في محيط مستوصف الدرج وسط مدينة غزة وفي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال خيمة للنازحين في خان يونس جنوب القطاع، وذلك بالتزامن مع استهداف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين الفلسطينيين على شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة. وفي شمال قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا. كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان النقابة عن أن ما يقرب من 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذين تحقق منهم هم من النساء والأطفال، وذلك في الفترة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024. وندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بانتهاك إسرائيل الممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. ما زالت تقديرات الضحايا في قطاع غزة تشغل حيزا كبيرا من مناقشات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وتحتل صدارة التقارير التي تصدرها بشأن التركيبة السكانية لأهالي القطاع. فعلى مدار أكثر من عام لم تتوقف مجازر الاحتلال يوميا لتصل إلى أكثر من 3750 مجزرة حتى الآن. تلك المجازر التي لا يرتكبها عدو لا قلب له استهدفت حتى الأطفال والنساء. فوفقا لأحدث تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن النساء والأطفال يمثلون 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الفترة بين نوفمبر عام 2023 حتى إبريل عام 2024، ليمثل الأطفال وحدهم 44% من الشهداء. التقرير أظهر أن 88% من الحالات قتل منها 5 أشخاص أو أكثر في نفس الهجوم، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لاستخدام القوات الإسرائيلية أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، وهو ما عكس بوضوح تقاعس الاحتلال عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين. تقديرات أممية استدعت بالتبعية تجديدات من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. تقديرات تطابقت بشكل كبير مع إحصائيات حكومية في قطاع غزة ومنظمات أهلية فلسطينية، بل وأضافت إليها أن عدد الأطفال الذين يعيشون بدون والديهم بلغ 35,500 طفل، فضلا عن تعرض أكثر من 3,500 طفل للخطر بسبب سوء التغذية والرعاية الصحية، خاصة بعد منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول بلقاحات التطعيم ضد شلل الأطفال. لا مكان آمن في غزة، فحتى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة كانت في مرمى نيران قوات الاحتلال، حيث وثقت حكومة غزة استهداف نحو 200 مركز للإيواء. نرجع مراكز اللواء عشان نحتمي فيها، مش مخليين ندور، مش رحمين حدا، لا صغير لا رحمين كبير، ولا رحمين صغير، ولا رحمين ختارية ولا عجايز، ولا مش رحمين حدا، بيكتلوا فينا زي الفرن والصراصير. وضع مأساوي يشهده أهالي قطاع غزة يوميا مع عرقلة وحتى توقف وصول المساعدات الغذائية والطبية، خاصة بعد إغلاق المعابر، فضلا عن الاعتداء على الأطقم الطبية
وهو ما تسبب في مزيد من الانهيار لمنظومة الرعاية الصحية المتهالكة، على مسمع ومرأة من ضمير المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا إزاء كل تلك الانتهاكات. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن أن الجماعة استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية بجنوب إسرائيل بصاروخ باليستي من طراز فلسطين 2. كما أسقطت الجماعة في وقت مبكر من صباح اليوم طائرة أمريكية من طراز MQ-9 ريبر في أجواء محافظة الجوف اليمنية. حضر جيش الاحتلال الإسرائيلي على عناصره سفر إلى هولندا غداة صدامات ليلية طالت مشجعين لفريق كرة قدم إسرائيلية، كما أرسلت إسرائيل طائرتين إلى هولندا لإعادة المشجعين. من جانبها قالت شرطة أمستردام إنها تحتجز 10 أشخاص للاشتباه في تورطهم في الهجوم على مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي. شغب في أمستردام بسبب مشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم أسفر عن سقوط عشرات المصابين وفقدان الاتصال بالعديد من الإسرائيليين. المشجعون القادمون إلى هولندا لحضور مباراة الدوري الأوروبي بين مكابي تل أبيب وأياكس حاولوا إزالة أعلام فلسطينية في العاصمة الهولندية ورددوا هتافات مناهضة للعرب والفلسطينيين. شرطة أمستردام قالت إنها تحقق في بلاغات عن احتجاز محتمل للرهائن وعن مفقودين بعد أن تعرض مشجعو الفريق الإسرائيلي لهجمات، كما أعلنت عن اعتقال العشرات بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة. وفي أعقاب الحادث أكد جيش الاحتلال أنه يستعد على الفور لنشر بعثة إنقاذ بالتعاون مع الحكومة الهولندية، مشيرا إلى أن هيئة الملاحة الجوية الإسرائيلية أعلنت أن الطائرة الأولى المخصصة لإعادة المشجعين من هولندا غداة تعرضهم لاعتداء عقب مباراة لكرة القدم أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب. كما قرر جيش الاحتلال حظر سفر جميع الجنود إلى هولندا حتى إشعار آخر. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر أوامره بإرسال طائرتين إلى أمستردام لإنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب. من جانبه ندد رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بالواقعة ووصفها بغير المقبولة. المقاومة الفلسطينية قالت إن الاشتباكات وتصدي المواطنين في هولندا للإسرائيليين يعبر عن الغضب بسبب الإجرام وحرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني. أمين سر حركة فتح في هولندا قال إن المشجعين الإسرائيليين المشاغبين حاولوا فرض أفكارهم متجاهلين كل أعمال القتل والتهجير القسري للشعب الفلسطيني وحرق الناس بالخيام، فحاولوا استفزاز المواطنين والمنظمات الهولندية المناصرة للقضية الفلسطينية من خلال تمزيق اللافتات الداعمة لفلسطين وقطاع غزة. ومن ثم بدأت المناوشات التي تدخلت الشرطة الهولندية لوقفها.